هذا هو اول فواياج با خويا كريم يا بورين فوا خوتي بورين فوا انا اللي حنروح سعادة اللي ما في تبعوني على بالهم باللي هو اللي ما في حطنا كي نروحوا فوا حطنا هذه الاختراج ليش كنا حطنا الشيفور تاعنا جا البارح من تونس اليوم حطنا نروحوا لتونس ان شاء الله والله انا فرحان مع كريم ما في حطنا ويودي لي الدار تلقى استالي استالي سي فور على خير حبيبي على خير خاوتي قمة سعادة أول خطرة صار لي في حياتي في أول خطرة مع أخويا كريم فالخير ولا أول خطرة ما بتطلع أنا جامي طلعت وجيت ديريكت أنا تملي عرضونا تاع تونس بعثونا في بزنس كلاس خاوتي وشنو كنا قاعدين نستنى في طيارة جات وحدة قالت لي تما خويا عندكم تيكي بزنس كلاس لا تقدروا تروحوا تقعدوا في الصالون هكا وين تاكلوا في سباط هكا وين هي الجاية جيبوه كاع هذا شريك مبانو بلي ماشي موالفين هاد العفايس حق ربي زعما قلت لك سميتها غير سيريو ما ناج ولا وز البيزنس خلاص اول طلعه بالطياره الكريمه ومين تفرح اوه انا على جال هادي يا خالتي حبة كريبات هادي يا يما لا الروبو تقاسموها قاع بسم الله بس ها سي بون انا هون البحر سي مرحبا بكم في تونس لقد حظت بنا طائرة بانت لها على ارض مطار تونس خرطاش الحمد لله وصلنا بخير رانا في مطار تونس نعم هاد اسمي واخويا بلال وكاين معز هاد الزوج اللي راح يكونوا واقفين معنا ان شاء الله في هاد الرحله الصغيره اللي راح نكتشفوا فيها اربعه مدن في 6 ايام على بالي بلي قليله 6 ايام تروح تشوفوا فيها كاع تونس بصح راح نوريكم قدر المستطاع واش تقدروا ديروا في تونس من غير الصيف ومن تونس العاصمه انطلقنا مباشره لاول مدينه اللي راح نكتشفوها كيف الحلقه الاولى هذه برك اللي هي مدينه الحمامات هانا لحقنا ها خير وعلى خير بيبو حلوه بيبو حلوة حارة كان كي وليد حومة كي ما عنده الصلب شي من اللي قربين دغيط الكافي او خاوتي هذا وين لحقنا الشومبر دوتال لاغر مومو تا واحد يديروا بوزي شوية باش خدوا لي بارطاجي لكم هات قاعد زعما نسيت باش نفيلم الدخله ما دوقتهم بعد غدوه غدوه نوريلكم تبدا العقليه المقليه ان شاء الله غدوه هات الله وغدوه ان شاء الله اخيرا عليكم كيس باتوم هاد العشيه واحد الرقده هاد الرقده تاع كليماتيزور نوض نوض شريكي واش رايكم خاوتي الرقده هادي كيما رانا هكذا هذا كريم والرقده تاع الفان كيما هادي تكسيلات تكسيلات كسولات كسولات كيما تقول يما مع وليد اختي واش رايكم هادي ولا الاخرى خير ماني قادر نوض هادي نوض شريكي نوض باش نديرو فيديو نفيلمو لهم نوض اسيدي يا ربي يا كريم واحد الرقده وكليماتيزور اقسم بالله غير النعمه تما باش تعرفوا برك علاش راني لهنا في تونس عرضوني الديوان الوطني التونسي للسياحه لوفيس ناسيونال دي توريزم تاع تونس قال لي ارواح جمال ارواح تشوف تونس معانا هكذا قلت الله يربح لي جات انا هنا ماذا بيا نديكوفري كاع البلده ان شاء الله انا وكريم درك نوريكم من انا بايتين وصوالح هذا
خوتي راح نتقلشوا اليوم اليوم راح نتنقاو قول انا نتنقاو راح يتنقاو انا اللي نقي رانا في طلاسو راح نسيو لهنا طلاسو الصباط والصوالح هذوك اللي هذا من كليرا مقبله كيفاش تشوف رجليا حاشاكم كان ياكل فيهم الحوت قال لك باسكو لا فو تاعك ميتا انا نبدلها راك اليوم كنت تشوفوني زعما في الفيديو الاولى تاعي هكذا تقولوا هذا باين بلي ملياردير طايح علينا وبدا سيتو كاري ضربنا فيها تحميم بعد طب كيسه كسلنا جابوا لنا تيزانه بارك الله فيهم تيزانه قال لك بلا سكر باش تريلاكسي بيان الله الحمد لله ربي غادي انا خليته ليها مع تاع ريسبسيون مش كيش قدر تجوز ماتيني خير من هذه احنا خطره الاولى واش نصبر واش نصبر انا رايحين دوكا وانا رايحين دوكا وانا رايحين دوكا حمامات خاوتي والله غير جوزنا جورني صبحيه قوه دوكا راحوا نضربوا طلاب برا واش كاين كدا كبري شويه حمامات واش فيها لا بعد الفاصل انا في اسمها سوق المدينه بينا مدينه القديمه هذه وفي هذه العفسه والله غير باذن الله نجيب وحده كريم تا نجيب وحده كانت زرابه اه تاع الفان اقسم بالله تاع الفان يا خالد دينا سما شابه دينا سما شابه ان شاء الله هاي الهضره اللي الزوم ربي يحفظك زرابه هادو ما شغل يجوا ديكوراسيون في الفان في العتروس او لازم نستيك العتروس حبه حبه ان شاء الله لا هذا هو الفل ولي سنين واش يديروا هذا يديروا ريحه طيبه برتونار واش شنو تريح مليح شموتو معانا شموتو الريحة مليحة زوج دينار وراك تريح مليح بارك الله فيك شغلهم الجزائريين خواتنا ولادنا وداو الكوب دافريك خوا كان حايب وما يدوها بصح الله غالب ما كتبش ربي الله تريح مليح بعد هذه اش تعمل هذه في الليل بعد تنحي هذه تتحل ريت عشدوها هذه تو كان ينحي الخيط هذه تتحل وذي ايش يعمل باش ما تفسدش ديرها في الفريجيدير غدوه صباح تهزها هاو كيفاش يعمل لا هضره نديها مع الالجي هذه نديها اليما تشمها اليما تحب هاد الروايح هذو وهذه يحكى لي دوكا قال لك هذه فسفاقس دير هذه صغار كي يكونوا يقراوا هكا كيكملوا القرايه تاعهم يخدموا هاد الورده هذه ويروحوا يبيعوها باش شنو يغرسوا فيهم الثقافه تاع البيزنس من صغرهم ما قري قال لك يقراوا مليح ولا باس بهم ماشي فقراء بصح يبيعوا هكا باش يولفوا شويه البيزنس ودوكا رانا في حمامات نور وبعد موراها يصوتي الحمامات شي حمام يا خاوتي احنا بلاصي ولا هنايا النعناع فكره هذه وين جاتنا من ناس القصبه تاع الجزائر بلاصيهم النعناع هكذا يا بلو تشونغاي بلو تشونغاي هكذا يا انا نديروها بالفل تاعهم الله ريحه مليحه الفل والياسمين هذا سي تان بور بريفي حتى لاني 2031 من بعد عود الدوله هذا هو البلو غران بور دو بليزونس في تونس ولا 400 بلاص جلوبال من بلي تي باطو بلي كبار الو 400 الو فوالي شباب صح ربي ان شاء الله نشري بافور دابا كي وجاني قلبي انا كي نسمع البوابر والله ما نتمنى نشري زعما مرسيدس ولا نتمنى نشري بابور فوالي ومشكل في حال خويا مسكر
هادي قال لك يسموها جزيرة ياسمين، شغل فينيز تاع تونس. تمشي والله غير اباك انا كي نشوف البحر قلبي يوجعني. شغل تيمازين تاع عندك دار قدام البحر، والله غير حسيتهم اللي مساكنين لهنا. اقسم بالله سمحوا لي وربي يبارك لكم ان شاء الله في داركم وفي مالكم. وغير كملنا الجولة تاعنا في ميناء الحمامات، رحنا لواحد المكان اللي أغلبية الجزائريين اللي يروحوا لتونس يجوزوا عليه. ما كاش كيفاش ما تجوزوش عليه، كاين اللي يروحوا لتما باش يشوفوا السوفونير، كاين اللي يروحوا ياكلوا، كاين اللي يروحوا يلعبوا، كاين اللي يروحوا يحضروا لي سبيكتاكل. حتى رمزي وسامير زنكار داروا لكم فيديو عليه، ودوكا راح نخليكم مع هذا الانسان اللي راح يتكلم لنا شويه على المدينه هذه بطريقه عصام الشوالي. نعم عصام الشوالي في المدينه. مرحبا بكم. هنا متحف هنا مدينه المتوسطيه ياسمين الحمامات، هي مدينة متحف وكل معالمها مستوحاة من روائع العمارة التونسية أو من تأثيرات الحضارة التونسية العظيم في العالم أو من المحيط المتوسط الأندلسي. كل معالم المدينة مستوحاة من روائع العمارة التونسية، فتذكرنا بمراكش زيرالدا، بالمهدية، ببرج الذهب في إشبيلية. عندك فكرة على الجزائر؟ لما تزوروا مدينة المهدية تجدون هذه البوابة. إذن المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات هي مدينة متحف، سلطان المدينة يشرفنا باستقباله. هذا سلطان المدينة، لكن مؤسس سلطان المدينة هو مميز للمدينة، علامة مميزة للمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. هنا ديار المدينة، أوتيل دي، هو المدينة كلها مدينة متحف، كأنك في المدينة العتيقة، كأنك زرت باب الواد، كأنك زرت تلمسان القديمة، وكأنك زرت شوارع جامع الزيتونة، وكأنك زرت سوق البركة في تونس العاصمة. تشكيلة معمارية من مختلف المعالم التاريخية. ديموني مونتي. تدع روحي يا عم، هذا جوسي سبونتاني. جاتني شغل هذيك تاع اسمه يا هذيك شو عندي لكم خالد صاي. كيفواش بزاف حياتكم جمال، ما قدرش يهدر ما كاش ولا قدرت ان شاء الله يا ربي فيها خير. سيد بولاك يا غير كنحكي مقبل تلفا هضر مقبيله وسمو تلفت لي كاع الهضره لساني تلوى والله غير ان شاء الله يا ربي تحبس الشتاء برك باش هما نزيدوا السلسله تاع الفيديوهات تاع تونس تتمتعوا معنا. ما اذا كان الشتاء نمتعوكم معنا احنا في الشتاء في الثلج في التبروري، المهم ندير لكم فيديوهات. مازال سوسه، مازال دي فيلواد اخرين، المهم رانا رايحين لفيل جديده ان شاء الله تحبس الشتاء باش نكملوا سلسله تاع الفيديوهات هذه ونخليوكم معنا. كونوا في المعاد نلحقوا نوريكم وين رانا. شتي وراي دايره حاله ان شاء الله يا ربي تحبس هذا المكان باش هما نوري لكم كيفاش دايره في الفيديو الجاي ان شاء الله تشوفوا سوسه الجزائريه. لا والله غلط اللي انا بيتين فيها هذا يبان شباب، لا باين بلي شباب ان شاء الله تكون الماكله بنينه، الماكله بنينه. راهي دوك 9 ونص لحقنا معانا ام العشاء. شوف سامعك دخلنا الشومبرة تاع الاوتيل خاوتي، شحال شابة شحال شابة بصح وشنو بروبليم؟ كاينة حاجة، ما كانش شومبر دوبل أنا وكريم، ما فهمتش كيفاش هذايا تاع الدوبل بصح وشنو قسموني على زوج. أباك وين راهو كريم؟ وين راهو؟ افتح حبيبنا، افتح الباب واسمك هاولي كريم، افتح الباب زعما دير في الهندة هاولي كريم خاوتي يضرب وشنو في الخوف سرقوا من الريستورون داروا في جيبو كونسوميش انا هذا هو البروبليم خاوتي. تسمى قسمونا بصح وشنو كاين باب بيناتنا دومودينا المفتاح في خانة تسمى انتيك خاوتي. الحلقة الجاية ان شاء الله راح
اسمع انا ما مولا اللي نتبك قسم داها وشني قسم المهم الحلقه الجايه راح نديكوفريو هاد لافيل هادي ونوركم يا ربي برك تحب الشتاء برك باسكو شطاري خيط مسما وان شاء الله يا ربي تطروندوه على كل حال ما قريت كمل الشتاء نديركم فيديو ان شاء الله وانا نقول لكم دمدو فيراتي لو هفتي وضع لفراتكم ويا ويا ويا